ازيكم، انا شيماء واهلا بيكم في فيديو جديد. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب او اشتراك وتفعلوا خاصيه الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده، وتعملوا لايك وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم. النهارده هعمل حظاظه سهله جدا وشكلها رقيق قوي. هستخدم ليها خيط اللي هو ده اسمه خيط مكرميه، بس ده نوع غير اللي كنت بستخدمه قبل كده. ده هتلاقوه ناشف شويه وتخين كده شويه. وهستخدم خرز وردات كده زي ده. هبدأ ازاي؟ هربط ربطة من فوق كده. الربطة دي انا هفكها بعدين، هي مش مهمة قوي بالنسبة لي، بس علشان اعرف امسك الخيط بالمشبك. عشان اعرف بس اثبته مع المشبك. هستخدم خيط سلك زي ده، اللي هو بيسموه خيط سنارة، اللي بيتعمل بيه الاساور بالخرز زي ده كده الشفاف، علشان اعرف ادخل بيه الخرز. هجيبه كده، هجيب الخيط بالشكل ده اهو، وهبتدي ادخل الخرز بتاع الوردات كله. شرط يعني هو كله ممكن ادخله مثلا كام واحدة واشتغل، بس ايه، هدخلهم كلهم مرة واحدة علشان ما اقعدش بقى كل شوية ادخل واعمل واتزهق بقى وبتاع. فايه، كله كده مرة واحدة افضل. هدخله كله عادي بنفس الطريقة دي لحد الاخر. كده دخلت الخرز كله اهو. هعمل بقى ايه بعد كده؟ هجيب خيط تاني وهبتدي اشتغل بغرزة المكرمية اللي احنا عارفينها. هعمل من فوق مثلا حوالي 6 أو 8 كده ربطات بطريقة المكرمية. طبعا زي ما انتوا عارفين بجيب اهو من فوق الخيط كده، واحط التاني اهو فوق الخيط التاني، وبدخل من تحت الخيوط كلها وببتدي اشد. لو حد اول مرة يشرفني بالمتابعة، هتلاقوا حظاظات تحت الفيديو، في اول تعليق تحت الفيديو بطريقة المكرمية. هتلاقوا في حظاظات بخيط القطن، حظاظات بالخيط التركي او خيط المكرمية، هتلاقوها اتعملت باشكال مختلفة. ببتدي بنفس الطريقة من الناحيتين بطريقة المكرمية. بص كده انا خلصتها بالمكرمية، عملتها حوالي 10 ربطات. حسيت ان هي لو اطول شوية هتكون افضل. بعد كده بقى هعمل ايه؟ هي دي هتكون مختلفة شوية. انا هقص بقى الطرفين دول، انا مش عاوزاهم، مش هشتغل بيهم تاني. فهبتدي اقصهم من الجناب والسعهم بالولاعة اهو من الناحيتين. كده مش محتاجاهم في حاجة تاني. هبتدي بقى أبدأ الحظاظة ازاي. هجيب اول وردة احطها فوق اهي، وهجيب خيط تاني زي اللي استخدمته في المرة الاولى، وهبتدي احط. هعمل بطريقة المكرمية برضو ربطتين من تحت الوردة، يعني من تحت كل وردة هعمل ربطتين. نفس الطريقة اللي احنا عارفينها، مفيهاش اي صعوبة خالص. انا سبت خيط في الجنب اطول من التاني عشان استخدمه تاني، ما خلصش الخيط كله مرة واحدة، عشان ينفعني ان انا اعمل ربطتين تاني تحت وردة تاني، عشان ايه، ما يضيعش الخيط كله. ربطتين بس صغيرين، بحيث ان ما يكونش باين الخيط قوي، ويكون برضو مدي شكل كويس معانا اهو. انا كده عملت ربطتين اهم. هقص برضو الاطراف من الناحيتين وهلسع. يبقى شكلها جميل جدا في النهاية ورقيقة قوي، تبقى حلوة كمان معانا لو حابين نلبسها في العيد.
شكلها مميز ومختلف جدا. او الخيط الطويل شوية اللي انا سيبته اهو هستخدمه مرة تانية. هجيب بقى وردة تانية ازقها كده جامد شوية عشان الخيط ما يكونش سايب اي مسافة، وهبتدي احط الخيط اهو من تحت، وهشتغل بنفس الشكل اللي احنا عارفينه بنفس طريقة المكرمية اهو. سهلة جدا، مش هتاخد وقت، شكلها في النهاية حلو قوي. عملت اهو تحت الوردة التانية، بصوا شكل بقى جميل جدا. كمان خرز الوردات ده عامل شكل مميز كده مع الخيط. هبتدي برضو اقص الناحيتين والسع بالولاعة برضو. كده الخيط قصر قوي مش هستخدمه تاني. هجيب خيط تاني اهو اطول شوية، هطلع وردة تاني، وبرضو هعمل نفس الطريقة زي ما احنا متعودين اهو. زي ما قلت لكم هتلاقوا فيديوهات تانية بأشكال مختلفة تحت الفيديو في السهم الصغير اللي تحت الفيديو، هتلاقوهم في أول تعليق تحت الفيديو في ومنظمين في قوائم التشغيل أو البلاي ليست على القناة، موجودين برضو منظمين عشان تكون كل حاجة باسمها قدامكم، ما تحتاجوش ان انتوا تدوروا كتير. هقص برضو، هلسع من الجنبين. برضو همشي بنفس الطريقة دي لحد النهاية، ما بين كل وردة وردة هربط ربطتين بطريقة المكرمية. بص بقى، بمجرد ما انتهت، طبعا انا عملت من النهاية زي ما عملت في البداية بطريقة المكرمية من النهاية زي البداية. بص شكلها بقى عامل ازاي، شكلها حلو جدا ومختلف جدا. نعمل ايه بعد كده؟ طبعا انا دلوقتي محتاجة اقفل برضو بطريقة المكرمية عشان اقدر اوسعها وضيقها زي ما انا عاوزة. هجيب حتة خيط تاني وبنفس الطريقة اللي احنا متعودين عليها بدخلهم تحت الخيطين اهو، بدخل الخيط اهو تحت الخيطين، واجيب من فوق كده واحط اهو من فوق الخيط وادخله من تحت الخيوط كلها، وببتدي اشد عادي جدا بنفس الطريقة اللي احنا متعودين عليها، طريقة ما فيهاش اي صعوبة علشان نقدر بقى نوسع ونضيق زي ما احنا عايزين وما تضايقناش في اللبس خالص. هكمل برضو بنفس الطريقة دي. بص بقى، بمجرد ما قفلتها اهو بطريقة المكرمية برضو هلسع من الطرفين وهلسعهم بالولاعة زي ما احنا متعودين في تقفيل اي حظوظة. لسعت اهو، بس حتى كمان عشان دي طويلة شوية. طبعا بعد كده لازم اربط ربطة من الناحيتين من هنا ومن هنا، علشان ايه؟ لو ما ربطتش الربطة دي وجيت اضيق واوسع هتتفك مني خالص، القفل اللي انا عملته هيطلع خالص، فلازم اربط ربطة من الناحيتين. ربطة من الجنبين اهو، وساوي برضو الاطراف يعني متساويين يعتبر. هقص برضو الطرفين اللي من هنا دول والسعهم برضو بالولاعة عشان نقفلها لحد النهاية بشكل كويس، ما نحتاجش بقى ايه نعمل فيها اي حاجة تاني ولا نيجي نلبسها نلاقيها تتفك بقى وكده، لا نظبطها لحد النهاية. كده انتهت اهي، ما فيهاش اي مشكلة خالص، شكلها جميل جدا في اللبس،
زي ما انتوا شايفين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب او اشتراك، وتفعلوا خاصية الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة، وتعملوا لايك وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم.